السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف السادس، مرحبا بكم في درس من دروس التربية الإسلامية، درس غزوة بدر الكبرى، ومع الجزء الأول من هذا الدرس. غزوة بدر الكبرى، أتعلم من هذا الدرس أن أبين أسباب الغزوة، أن أذكر أحداث غزوة بدر، أن أوضح تسامح الإسلام، أن أستنتج أهمية الحوار البناء، أن أعبر عن أهمية البناء الحضاري. أولا، أسباب الغزوة. أسباب الغزوة أن المسلمين أرادوا أن يستعيدوا بعض أموالهم التي سلبت منهم في مكة من قبل قريش، حيث وصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مفادها أن قافلة لقريش بقيادة أبي سفيان محملة بالبضائع والأموال عائدة من الشام، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إليه والاستيلاء عليها، فكان الهدف من الخروج هو استعادة المسلمين لبعض الحقوق المالية التي نهبها منهم مشركو قريش في مكة. ثانيا، أحداث الغزوة. أولا، المكان. وقعت أحداث الغزوة في مكان بين مكة والمدينة قرب بئر ماء تسمى بئر بدر. ثانيا، الزمان. السابع عشر من شهر رمضان السنة الثانية من الهجرة النبوية. ثالثا، العدد. كان عدد المشركين 1000 مقاتل، بينما كان عدد المسلمين 314 رجلا من المسلمين. النتيجة، كان نتيجة هذه الغزوة هو انتصار المسلمين على المشركين. في هذه الصورة توضح لنا مكان غزوة بدر، وهي في مكان بين مكة والمدينة. في هذه الصورة أيضا توضح لنا أن معسكر المسلمين كان بالقرب من بئر بدر، وأن المسلمون هم الذين سيطروا على هذه البئر. وإلى هنا ينتهي هذا الجزء من درس غزوة بدر الكبرى، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.